السلام عليكم أغلى وأعز متابعين. وصفتي لليوم هي كعك العيد مد بالصينية، يعني وصفي ولا أجمل ولا أسهل ولا أطيب من هيك. قبل ما نبلش بالفيديو أحبائي، اسمحوا لي أشكر يعني صديقات أو متابعات للقناة بشكل دائم، هنن ريما حبيب وسندولي وندى. عن جد أنتوا عن جد صرتوا من عيلتي الصغيرة، بحبكم من كل قلبي. أول شيء لتحضير هاي الوصفة اليوم رح استخدم، هلأ عندي هون كوب من الماء الدافئ، هذا الكوب قياسه 220 ملي، ضفت فقط نصه. فينا نضيف نص كوب من السكر، بس عادي نضيف 3/4 الكوب، أنا عملتهم خفيف السكر. هلأ ظرف من الخمير الجافي أو ملعقة طعام، يعني 10 غرام، بحركهم كتير منيح ومنخليهم على جنب بعد ما منغطيهم حتى تنشط الخميرة وتتفعل. هلأ هون مستخدمي لهاي الصينية نص كيلو من الطحين، طحين متعدد الاستعمالات، بيطلع تقريباً 4 أكواب من هذا الكوب اللي قياسه 220 ملي. هلأ بدنا نضيف المواد الدسمة، عندي نص كوب، نفس الكوب بنستخدمينه كل الوصفة، نص كوب من السمنة دوبتها، هلأ عم كمل الكوب بالزيت النباتي، إذاً كوب من خليط من السمنة والزيت النباتي، وكتير بتطلع طيبة بهاي الطريقة، ما ضروري نستخدم كله سمنة. أول شيء هلأ هي عملية البس، منبس الطحين بقلب السمنة والزيت، بتاخد شي دقيقة دقيقتين مو أكتر، بس هيك حتى نغلف كل حبات الطحين بالزيت والسمنة، بنفركن هيك بين الأصابع حتى يصير قوام الطحين مثل الرمل المبلول تماما. هلأ منضيف خليط الخميرة مع السكر، بيكون في شوية سكر مانون دايبين بأسفل الوعاء، منحركن كتير منيح ومنضيفهم. مثل ما قلت لكم فيكن تضيفوا 3/4 الكوب من السكر بكل بساطة حتى يكون الحلو متوسط. هلأ هي 3 ملعقة صغيرة من الملح أو ربع، يعني ما بدون كتير، ملعقة طعام من الشمرة وملعقة طعام من اليانسون، إذا شمرة ويانسون، ملعقتين طعام من السمسم وملعقة من حبة البركة، ملعقة ممسوحة من الخميرة البيكنج باودر. هلأ هون بما أنه ما في قالب وما في رسمة على السطح، فعادي نضيف البيكنج باودر، بيخلي العجينة من جوا كتير هيك هشي وما تكون ماسكة مثل الخبز، يعني كتير بيعطي قوام ظريف. هلأ ممكن حسب نوع الطحين تحتاجوا، أثناء ما منعجن غير شي دقيقتين يعني لم للعجينة، ممكن تحتاجوا شوي ملعقة ملعقتين من المي، وممكن ما تحتاجوا أبدا، أنا ما احتجت ولا نقطة مي بعد هذا النص كوب. هلأ بعد ما ضبيت العجينة ولميتها منضبها ومنخليها بمكان دافئ لمدة ساعة، إذا هوني ما بتنفخ العجينة مثل عجائن التانية لأنه فيها سكر كتير وفيها مواد دسمة كتير. هلأ منجيب صينية طولها 40 وعرضها 30 سنت، فيكم تستخدموا صينية مدورة، بس بهاي الحجم للنص كيلو بيطلع السخانة يعني السمك تبع القطعة كتير ممتاز، شي 1 سنت. فينا بعد ما منمدها من دون ما ندهنها بشي لأن في مواد دسمة كتير بالعجينة، منرش مديناها هيك هالأول شي على كل الصينية، رشيت شوية سمسم على السطح، منجيب كيس نايلون منفتحه كيس نظيف، وبعدين من شايفين كيف مننعم السطح بهاي الطريقة، بصير السطح كله أملس وعلى نفس السوية. هلأ في تخمير تاني، بس قبله رح نقطع الصينية لقطع، رح قطعن على شكل هيك أصابع طويلة، يعني عرضها شي 2 سنت وطولها بيطلع هيك تقريبا شي 8 سنت. مهم بيطلعوا كعكات صغار وبتطلع الكمية عن جد من نص كيلو بتطلع كمية يعني لا بأس بها، وبهاي الطريقة يعني ما بنستخدم القالب ولا شي، وبنفس الوقت منحطهم دفعة واحدة بالفرن من دون ما نشغل الفرن فترة طويلة، يعني ما بياخدوا غير 3 ساعة بالفرن. وتاني شيء القطع لما نضيفها هيك بهالحجم الصغير، إذا في أطفال ما بي يعني أيام بيجوا أطفال بياكلوا يعني أرطة من يعني القرص وبتركوه، بهيك بهاي الطريقة الأقلام تطلع كتير ظريفة وصغيرة. تركتهم يرتاحوا ربع ساعة قبل ما حطهم بالفرن أو 3 ساعة بعد ما غطيتهم بكيس نايلون. هلأ تركتهم بالفرن فقط ما أخذوا على درجة حرارة 180 محمى مسبقاً قبل بعشر دقائق، على 180 شغلته من الأسفل، آخر دقيقة دقيقتين ممكن نشغله منشان منطفي من الأسفل ومنشغله من الأعلى لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط، ومنحصل على كعك العيد عن جد غير شكل. بالمناسبة أنا نسيت، كنت محضرة ملعقة من المحلب نسيت ضيفها، بس عادي طعمتهم بتاخد العقل، فيكم تضيفوا ملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة من المحلب لهاي الكمية، شوفوا لونهم ما أجملهم من الأعلى ومن الأسفل، قوامهم عن جد
حتى أحلى بكتير من لما نعمل أقراص، يعني أقراص العيد. بياخدوا العقل، ريحتهم بتجنن فعلاً، يعني لأنه المساء يعني خجلة عبت الدنيا ريحتهم وطعمتهم، ولا أجمل من هيك القوام، يعني قوام بياخد العقل من داخل هش، يعني بين البسكويت وبين المعمول وبين، يعني كتير كتير من الداخل طرايا. ضرونا نغطيهم أول شيء منشان ما ينشفوا، حتى بعدين بعد ما بيفتروا منحطهم بصحن بكيس نايلون، منشيلهم من الصينية منرتبهم بصحن منشان ما ياخدوا محل كبير، وفينا نتركهم برا البراد لأنه ما فيهم حليب، لذلك ما في خوف عليهم أبدا. ومثل ما شفتوا هاي الطريقة دغري منحضرها مثل لما عم نحضر قالب كيك، دغري منخلص الشغل، ما بدنا صواني كتير، صينية واحدة مثل قالب الكيك تماما، وما بدنا نشغل الفرن فترة طويلة، ما شغلنا ما أخذ غير تلت ساعة بالفرن. وهيك حضرنا كعك العيد وبأبسط طريقة وبأطيب طريقة وبأجمل طريقة، يعني فعلا ولا أشهى ولا أجمل ولا أبسط من هيك. بتمنى من كل قلب تجربوا هاي الطريقة لأنها عن جد تستحق التجربة، لذيذة بشكل، طعمتهم بتاخد العقل وبسيطين كتير، ونفس الطعمة يعني نفس المكونات ونفس الطعمة تبع أقراص العيد. وخاصة هلأ قرب شهر رمضان، يعني فينا نعمل صينية كل أسبوع، نعمل صينية يعني بياكل الواحد قطعتين ثلاثة على السحور مع كاسة شاي فنجان قهوة، غير شكل. بتمنى أحبائي تكون عجبتكم طريقتي بتحضير كعك العيد بالصينية، بتمنى تجربوها لأنه فعلا تستحق التجربة. وألف صحة وهنا مني أنا هنا.